أهلا بكم، يصادف يومنا هذا الثاني من نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، وهو اليوم الذي يحل على الصحفيين اليمنيين في وقت يتعرضون فيه لأبشع أنواع الاعتداءات من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. وبهذه المناسبة نناقش جرائم الميليشيا ضد الإعلام اليمني في محورين: حالة الإعلام اليمني بعد عامين من الانقلاب والحرب، وكيف تسببت التسويات السياسية بإفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب. إذن مشاهدينا، خلال عامين من الانقلاب والحرب اللذين أطلقتهما ميليشيا الحوثي والمخلوع تلاشت مهنة الصحافة في اليمن، بعد أن أقدمت الميليشيا على إغلاق كل الصحف والوسائل الإعلامية التي لا تتبعها. تعرض قرابة 18 صحفياً بينهم صحفيون وضعتهم الميليشيا دروعاً بشرية في مواقع عسكرية تتعرض للقصف من قبل التحالف العربي، كما اختطفت الميليشيا عدداً كبيراً من الصحفيين أو اعتدت عليهم، ولا يزال قرابة 16 صحفياً محتجزاً في معتقلات غير قانونية تابعة للميليشيا منذ أكثر من 500 يوم. وبعد عامين وفي لحظة يبدو الحل السياسي للأزمة اليمنية على الأبواب، تبدو كل الحلول المطروحة الآن وهي تشير إلى أن المجرم سيفلت من العقاب للمرة الثانية بعد أن فلت منها أيضا في المرة السابقة بعد الثورة الشعبية 2011. في اليمن يأتي الحل السياسي دائما على شكل تسوية تسمح للمجرم بالإفلات من العقاب، وهو ما يعد مدخلا لاستمرار الجرائم بحق الصحفيين والمجتمع بشكل عام. فماذا عن هذه المرة أيضاً، وما مصير الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق الصحفيين اليمنيين؟ مشاهدينا، نبدأ النقاش مع ضيوفنا، ولكن بعد أن نشاهد سوياً هذا التقرير ومن ثم نعود. قليل من البكاء وكثير من النسيان، تأخذ مسيرة الصحفيين اليمنيين وجهاً دامياً تتخطفه يوميات القتل والاعتقال والاعتداء. وجه صلبت في ملامحه العدالة ونسيت الذاكرة السياسية وذاكرة المجتمع الدولي معا حقه في الحياة والحماية. وفي هذا اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يتذكر اليمنيون بحسرة جنائزهم المحمولة على أكتاف الصحافة وحرية التعبير، فتشهد الصور المنصوبة على ساريات الشوارع والقتلة الفارون من وجه العدالة المتجولون في القاعات وفي ساحات المعارك، كما يتذكرون أيضا صور المخفيين قسرا في ظلمة السجون. طيلة السنوات القليلة الماضية منح القتلة الوقت الكافي لكي يرتكبوا مجزرتهم ضد الصحافة والإعلام، فتح لهم المخلوع صالح بداية المسلسل بالاغتيالات الشخصية التي تنضح بها ذاكرة الموت الصحفي عبر تاريخ ضالع في الجريمة، مرورا بقتل عدسات الثورة وأقلامها. هذا اليوم العالمي هو نفسه اليوم الذي يجد صحفيو اليمن أنفسهم موزعين بين ظلمة السجون والمنافي وأرصفة البطالة، بعد أن داهمتهم ميليشيا الموت والاختطاف وألحقت بهم أسوأ فصول الانتهاك منذ مارس من العام 2014. قتلت عددا منهم وأخفت الكثير وفصلت العشرات من وظائفهم وأغلقت وسائل الإعلام المناهضة لها وألغت كل مساحات العمل الصحفي بالكامل وحولتها إلى مساحة حرب. بحسب نقابة الصحفيين فإن 18 صحفياً قتلوا منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014، فيما يقبع نحو 16 صحفياً في السجون حتى اليوم. سجل أسود لحقوق الإنسان عامة وحريات التعبير على وجه الخصوص، كشفت عن جانب مفزع منها تقارير المنظمات الحقوقية والدولية. تصدرت اليمن المرتبة الأولى في قائمة أكثر البلدان خطراً على حياة الصحفيين، وصنفت ميليشيا الحوثي ثاني جماعة في العالم بعد داعش من حيث الانتهاكات ضدهم. أكثر من عام ونصف وأهالي الصحفيين المختطفين في انتظار موعد الإفراج عنهم أحياء أو موتى، فكلا الخيارين صار بالنسبة لهم هاجسا يوميا لا يغيب. يؤكد معظمهم على تعرض كثير من أبنائهم وذويهم المختطفين لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي. رغم كل هذا، لم تفلح كافة محاولات أهل الضحايا في الحصول على فرصة اللقاء بهم أو الإطمئنان على صحتهم ومعرفة مصيرهم، وبقي ملف الصحفيين مجهولا منسيا. حتى المجتمع الدولي فشل مرتين، مرة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في قتل الصحفيين أو الضغط للإفراج عن المختطفين منهم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. لبدء النقاش حول هذا الموضوع سينضم إلينا من الرباط نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد يونس مجاهد. سيد يونس، مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد يونس. يعني من أين تأتي ثقافة الإفلات من العقاب؟
ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي دائما إلى الإفلات من العقاب؟ يعني هل سياسية أم ثقافية أم ماذا بالضبط؟ هو في الحقيقة الإفلات من العقاب معضلة كبيرة، وخاصة بالنسبة للصحفيين، وهي ظاهرة تكاد تكون عالمية، بحيث أن نحن في الاتحاد الدولي للصحفيين نسجل في كل سنة اغتيالات، اختطافات، تعذيب، تهديد، لأن الوجه البارز فقط من جبل الجليد هو الاغتيالات، لكن هناك عدد آخر كبير من التضييقات على الصحفيين، ولكن لحد الآن سواء تعلق الأمر بحكومات أو بمجموعات متنازعة أو بميليشيات أو بالذي يقف وراء الميليشيات أو المجموعات المتنازعة، فهناك تواطؤ كبير، إلى درجة أننا لجأنا مرات إلى مثلا الاتحاد الإفريقي لما تعلق الأمر باغتيالات في إفريقيا، لجأنا إلى الأمم المتحدة عن طريق بلدان التي حاولت أن تطرح الملف، لكن للأسف الملف ما زال يراوح مكانه. هناك مشكل الإفلات من العقاب بالنسبة للصحفيين، وخاصة من المجموعات التي المتناحرة التي تستعمل سلاح الاعتداء على الصحفيين في إطار مخططاتها السياسية. نعم سيد يونس، يعني اليوم يصادف يعني اليوم المحدد وهو ل يعني منع الإفلات من العقاب ضد يعني بالجرائم التي تحدث ضد الصحفيين، يعني الاتحاد الدولي للصحفيين ما الذي قدمه من بيانات في هذه المناسبة أو إحصائيات؟ أولا الإحصائيات بالنسبة لنا هي تقريبية، ليست نهائية، لأننا نعرف كل شيء، أو في بعض الأحيان يكون هناك غموض فيما يتعلق بظروف الاغتيال، لكن الذي يهمنا هو أنه حاولنا أن ندفع جميع النقابات العضوة في الاتحاد إلى أن تطرح هذا الملف، إلى أن تتظاهر، إلى أن تحيي هذا 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 اليوم بشكل نلفت فيه الانتباه إلى أن الاعتداء على الصحفيين هو جريمة في حق المجتمع، لأن الصحفي ينقل ما يحصل إلى المجتمع، إلى الجمهور، وهذا دوره. إذن الاعتداء هو اعتداء على المجتمع، لكن للأسف ليس هناك وعي كافي سواء من طرف برلمانات، من طرف حكومات، من طرف مجموعات سياسية. لذلك نحن ما زلنا نقوم بعمل مضني عن طريق نقابتنا وفي اتصالات مباشرة مع مختلف الأطراف لنطرح هذا المشكل. لكن سيد يونس، يعني سيد يونس، كيف أثرت السياسة على الإفلات من العقاب في الجرائم التي تحدث ضد الصحفيين؟ السياسة هي أصل المشكلة، لأن هناك تواطؤات تحصل فيما يتعلق بهذا الموضوع. هناك تواطؤات متعددة، والآن نلاحظ بأنه في كل البلدان التي فيها صراعات من هذا الجانب أو من ذاك، من هذه الضفة أو من تلك، هناك نوع من التواطؤات فيما يتعلق بموضوع الإفلات من العقاب. ليس هناك تحقيق في ضروب اغتيال الصحفيين، ليست هناك ضغوطات حتى يتم إطلاق سراح الصحفيين المقتطفين. للأسف المجموعات المتناحرة أو المتصارعة أو الحكومات نفسها، أعتقد بأن المشكلة مشكلة كبيرة ينبغي أن تطرح على المجتمع الدولي وعلى كل المجتمعات. نعم، فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، كيف يؤثر الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين عليها؟ تأثير سلبي ورهيب جدا، لأن الصحفي عندما يعرف على أنه سيعرض حياته، أسرته، مصيره للخطر، في الحقيقة هذا يحد كثيرا كثيرا من عمل الصحفيين. نعم. الذين أصبحوا لا يجازفون بالرغم من أنه الآن يغامرون بحياتهم. الهدف اعتداء على الصحفيين هو أن لا يقوموا بدورهم، وأعتقد بأن هذه المسألة تؤثر نسبيا على الصحفيين، خاصة في عدد من البلدان التي لا توجد فيها تأمينات كافية، لا توجد فيها حماية اجتماعية. أعتقد بأنه، وأنا أعرف الدور الذي يقوم به الصحفيون اليمنيون سواء من خلال نقابة الصحفيين أو من خلال الأصدقاء الذين حدثوني عن الدور الكبير الذي يقومون به في مواجهة الرصاص وفي مواجهة الموت، ولكن مع ذلك يصرون على أن يقوموا بدورهم، ولذلك أوجه تحية خاصة للصحفيين اليمنيين. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيد يونس مجاهد. سينضم إلينا الآن نبيل الأسيدي، مشرف لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين. سيد نبيل، مساء الخير.
مساء النور والعافيه. اهلا بك سيد نبيل. يعني بدايه في اليوم العالمي لمنع الافلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، ما الذي يعني هذا اليوم بالنسبه للصحفيين اليمنيين؟ الايام لدى الصحفيين اليمنيين هم ايام متشابهه للكارثه التي حلت فيها، ما زالوا يتعرضون للعديد من الانتهاكات حتى الان. 14 صحفيا واحد اساتذه الاعلام لا يزالوا قيد السجون والاختطافات، يتم منع الزيارات عن اهلهم. ايضا قبل ايام تم منع اهلهم من ايصال الملابس الشتويه والبطانيات لهم في معتقلاتهم التي يعني غير متوفره فيها كافه الاجراءات يعني الملائمه والانسانيه، اضافه الى ان عدد منهم يعني مصاب بالعديد من الامراض جراء فتره الاعتقال الطويل منذ عام ونصف. هناك 18 شهيدا خلال الفتره الماضيه. ما زال الاعتداءات تتكرر على الصحفيين اما بالقصف او بالانتهاكات وايضا بالاعتداءات المتكرره او التهديد المتواصل، اضافه الى منعهم من التغطيه او الحصول على المعلومه. كل ذلك يجعل الصحفيين اليمنيين في يعيشون مرحله خطر متواصله حتى الان. الاعتداءات خلال عام ونصف طالت اكثر من 111 صحفيا، الاختطافات نعم، ولكن يعني اختطاف اكثر من 111 نعم صحفيا خلال عام ونصف. نعم سيد نبيل، يعني قرابه 18 صحفيا قتلوا في الحرب الدائره الان، والكثير من الصحفيين تم الاعتداء عليهم بالاعتداء الجسدي او بالفصل من وظائفهم. كيف يمكن ضمان حقوق هؤلاء وضمان عدم الافلات افلات المجرم من العقاب؟ الذين قاموا بالانتهاكات هم يعتقدون ان هناك ان هناك سيكون هناك مصالحه او تسويه سياسيه تنهي ما قاموا به من انتهاكات وتبرئهم، او على الاقل لم يتم ملاحقتهم. لكن نحب ان اؤكد ان القانون الدولي بما فيه قرار مجلس الامن رقم 2222 في عام 2015 ويؤكد على مسؤوليه الدول عن الامتثال للالتزامات ذات الصله موجب القانون الدولي من اجل وضع حد للافلات من العقاب. نعم. ومحاكمه المسؤولين عن الانتهاكات الخطيره للقانون الانساني الدولي. ايضا القرار نفسه يحث على كل الاطراف على الافراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين وموظفي وسائل الاعلام والافراد المرتبطين بهما الذين اختطفوا او اخذوا كرهان في حاله النزاع المسلح. هذا قانون دولي. نعم. وقرار مجلس الامن، وبالتالي فهم سيحاسبون ولن يتم الافلات من العقاب، سترفع عليهم العديد من القضايا. نعم. سيد نبيل ساستكمل معك لن نعم. ذلك. نعم سيد نبيل ساستكمل معك من هذه النقطه، ولكن ساعود بالسؤال لضيفي الاخر الصحفي يونس مجاهد. يعني سيد يونس، في الازمه اليمنيه الراهنه يجري الحديث عن حل سياسي لهذه الازمه، وبحسب ما هو واضح من بنود خطة المبعوث الأممي للحل تبدو الأبواب مفتوحة تماما للإفلات من العقاب. كيف يمكن فهم أن المجتمع الدولي الذي يحاول الحد من سياسة الإفلات من العقاب هو نفسه من يشرعنها في حلوله السياسية لأزمات العالم؟ هذا ما قلته في البداية، قلت بأن الأمر يتعلق بتواطؤات سياسية، وهي المعضلة الكبرى التي صادفناها في كل الملفات التي عالجناها في الاتحاد الدولي، بحيث أنه نجد أن الحكومات تتواطأ فيما يتعلق بهذا الشأن، حتى المجموعات المتصارعة، حتى القوى التي تتصارع سواء بشكل مباشر أو بالنيابة في الوكالة، حتى هي تبحث عن تواطؤات، وهذا هو الخطير في الأمر، ليكون الصحفيون هم الضحية. إذن بمعنى أن المجتمع الدولي يعني أصبحوا سواسية هو والفاعل في حالة يعني في أمر التواطؤ أو التآمر على القرارات ذاتها. هو شريك فيما يتعلق بهذه الجرائم، لأنه لا يطبق القانون الدولي، لا يبحث فعلا عن الحقيقة، لا يقيم محاكمات في هذا الشأن، فبالنسبة لنا هو شريك في الجريمة. نعم، ما هي الخطوات التي إذا ما أراد المجتمع الدولي القيام بها لمساعدة الصحفيين اليمنيين ومنع إفلات المجرمين من العقاب؟ يعني الصحفيين سواء اليمنيين أو بشكل عام في الوطن العربي والعالم. نحن سبق أن نظمنا في بروكسل، حيث في عاصمة البلجيكية، حيث يوجد مقر الاتحاد الدولي، لقاء خاص حول موضوع الصحفيين اليمنيين.
وقد حضره كذلك ممثلون عن النقابة، وحضروا عدد من الصحفيين اليمنيين وعدد كبير من الهيئات الدولية والصحافة الدولية. ونحن سنواصل هذا العمل، لأن نحن دورنا هو الفضح، هو التوعية، هو المطالبة بتطبيق القانون، وسنواصل هذا العمل. نعم، إذن أشكرك جزيلا يونس مجاهد، كبير نواب الاتحاد الدولي للصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفي الآخر، مشرف لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين سيد نبيل الأسيدي. يعني سيد نبيل، كنت قد توقفت معك عند نقطة أن المجتمع الدولي أو القانون الدولي هو الضامن ل يعني لحماية الصحفيين و يعني معاقبة المجرمين. يعني نحن لو نظرنا للواقع الحالي، هناك أيضا تسويات من قبل المجتمع الدولي، هي بنفس الوقت تعمل على هذه التسويات في مضمونها على أن تمنح المجرمين حصانة وأن تبعدهم من العقوبة، كيف نفهم ذلك؟ لا بد أن نعرف شيئا، أن القضايا والملف اليمني يتعرض للعديد من الضغوطات الإقليمية والدولية وتوجيهه في مسار قد ربما لا يفيد الضحايا من خلال التسويات التي تطرح المطروحة خلال هذه المرحلة. وأيضا نحن في نقابة الصحفيين نأسف بشدة لعدم ذكر الصحفيين المختطفين والانتهاكات التي تمارس ضد حرية الرأي والتعبير في اليمن من خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولد الشيخ في حططه، لم يذكر الصحفيين ولم يذكر المخفيين قسريا وما تعرضت له الصحافة، وهذا ما يخالف بنود وقرارات الأمم المتحدة. نحن نشعر أن هناك التفافا على حق الضحايا وعلى أيضا على الجرائم التي ارتكبت ضدهم، لكن يجب علينا أن نعرف أن المحاكمات وأيضا أن ينالوا عقابهم، حتى لو لم يتم الآن فإنه سيتم ولو بعد حين. قبل أكثر من 6 أشهر تم محاكمة الرئيس الصربي الذي قاد عمليات في البوسنة والهرسك خلال تلك الفترة، وتم محاكمته خلال الأشهر الماضية. القانون أيضا هناك قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 بشأن سلامة الصحفيين ومسالسة الإفلات من العقاب، وهي تجرم كل من يقوم بالانتهاكات، وأيضا تطالب كافة الدول والأجهزة بالقيام بدورها في محاسبة وأيضا عقاب من يقومون بالانتهاكات. تم هذا التخصيص هذا اليوم للتذكير بهذه الجريمة. أيضا في نقابة الصحفيين ستواصل حملتها في الدفاع عن الصحفيين، هناك الآن دورات للسلامة المهنية للصحفيين في الميدان. هو بخصوص هذه النقطة سيد نبيل، يعني لو تحدثنا عن دور النقابة، هناك ما يزال 14 صحفيا مختطفين في سجون الميليشيا يعني منذ أكثر من 500 يوم، ما الذي فعلته النقابة في شأن هؤلاء؟ لا تزال لقد بشح صوت النقابة وفي كل يعني لضمان عدم إفلات المختطفين من العقاب، ما الذي قامت به النقابة؟ صدر الآن بيان عن النقابة يؤكد أهمية محاكمة مجرمي المرتكبين الانتهاكات ضد الصحفيين، وبالتنسيق هذا البيان صدر بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين. أيضا يعني تؤكد فيها النقابة أنها ستواصل مساعيها أولا للإفراج عن الصحفيين، وستواصل مساعيها أيضا في جمع ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في جنيف. قبل شهر تم عرض الانتهاكات أمام المحافل الدولية وأمام المنظمات الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والصحافة والصحفيين. كل هذه الجرائم أنا أثق أنها لن تسقط بالتقادم، وأشير إلى نقطة رئيسية، أن النقابة سترفض أي تسويات سياسية تتجاوز حق الضحايا الصحفيين من شهدائنا وجرحانا، وايضا المخفيين قسريا. الزميل وحيد الصوفي ما زال مخفي قسريا منذ 1 سنة و8 أشهر، لا احد يعرف مصيره. الزميل محمد المقري في المكلا ايضا مخفي قسريا. هذه جريمه مركبه. نعم سيد نبيل، سأعود معك، ولكن اسمح لي بأن أشرك معنا رئيس منظمة حرية للحقوق والحريات الإعلامية السيد خالد الحمادي. سيد خالد مساء الخير. مساء النور.
سيد خالد، من واقع البيانات التي لديكم في منظمة حرية، ما هي صورة الإعلام اليمني بعد عامين من الحرب؟ حياك الله. في الحقيقة نحن في مؤسسة حرية في الفترة الراهنة لم ننشط كثيرا في هذا المجال، واضطرينا إلى تجميد أنشطتها بشكل كبير بسبب. نعم تفضل. كان في الحقيقة نحن دائما نقف مع النقابة، مع المنظمات الأخرى العاملة سواء داخل اليمن أو المنظمات الدولية الناشطة في مجال الحرية الإعلامية، لمساندة الصحفيين في الداخل، للوقوف إلى جانبهم، وأيضا العمل على توثيق حالات الانتهاكات التي ترتكب في حق الصحفيين حتى لا تضيع حقوقهم في المستقبل، وحتى يعني ينال المرتكبون لهذه الانتهاكات للعقاب، وحتى لا يفلتوا من العقاب. ويفترض هذا اليوم اللي هو الثاني من نوفمبر من كل عام يتم تذكير المرتكبين للانتهاكات ضد الصحفيين، وتذكير ايضا الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الانسان لتنشيط هذه الحالات، حالات يعني الحملات وحملات المناصره المحليه والدوليه للوقوف الى جانب الضحايا الذين تعرضوا لحالات سواء الاختطاف او لارتكاب انتهاكات ضدهم. نعم سيد خالد، يعني في ظل الحديث عن هناك تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وما هو متبين من مضامين هذه التسوية هو يعني تعزيز المجرم، وأيضا قد نستطيع القول إفلاته من العقاب في القادم، يعني كيف يمكن ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب في ظل هذا الواقع؟ أقول دائما لضمان ذلك، أولا التأكيد على قضية مهمة جدا وهي عملية التوثيق السليم والمهني والاحترافي لهذه الانتهاكات من واقع يعني من الميدان، وليس مجرد توثيق عمومي أو بعيد عن الواقع. ولا شك أن ضمان يعني رد الحقوق لأصحابها وضمان ملاحقة المرتكبين لهذه الانتهاكات هي بهذا التوثيق السليم والمهني، والمرتكبون لهذه الانتهاكات في الحقيقة سيطالعهم العقاب سواء في القريب العاجل أو في المستقبل، لأنه الحرب ستنتهي في أي وقت. ونذكر الذين يعني يتمادون في ارتكاب الانتهاك ضد الآخرين بأن هذه الحرب ستنتهي عما قريب، وبالتالي سيلاحقوا سواء قانونيا في الداخل أو ربما قانونيا في الخارج عبر المحاكم الدولية، وكما أنهم لن يستطيعوا الإفلات من عقاب المجتمع، لأنهم في الأخير قد واجهوا أيضا عملية تأرات مباشرة من الذين تعرضوا للانتهاكات، وبالتالي مجتمعنا صغير ومعروف، والمرتكبون لهذه الانتهاكات لن يستطيعوا أن يتمكنوا من الإفلات من العقاب، سواء إذا تمكنوا من الإفلات من العقاب القانوني فإنهم لن يستطيعوا الهروب من الإفلات من عقاب المجتمع لهم، من عقاب أبناء مناطقهم، من ربما الضغوط التي سيواجهوها في المستقبل من قبل الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل الضحايا أنفسهم، الذين قد يجدون فرصا للانتقام أو للثار من خصومهم أو من المرتكبين لهذه الحالات. نعم الانتهاكات. نعم أستاذ خالد ابقى معنا، نعود إلى سيد نبيل الأسيدي. يعني سيد نبيل الأسيدي، يعني هل هناك وسائل دولية لمنع إفلات هؤلاء المجرمين والمنتهكين لحقوق الصحفيين من العقاب؟ بالتأكيد هناك العديد من الآليات والوسائل اللي كي ينال مرتكبو الانتهاكات يعني عقابهم، أبرزها ما ذكره الزميل خالد الحمادي هي التوثيق الاحترافي والمنهج لكافة الانتهاكات وفق الأطر الدولية، ووفق أيضا ما يؤكد حق الضحية ويثبت القضية. هناك لابد من تسجيل الحالات رسميا، خاصة القضايا قتل الصحفيين والاعتداء عليهم واختطافهم لدى الكثير من المنظمات الدولية وفق أيضا معايير معينة يتم التأكد من خلالها. هذه الأشياء لابد أن يكون هناك
العديد من الإجراءات المتناسبة مع القضايا. أيضا أحب أن ننوه إلى إشكالية رئيسية تواجه الحقوقيين اليمنيين أو المنظمات اليمنية، وهي أن النظام السابق لعلي عبد الله صالح لم يقم بتوقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، مثل أيضا حق الأفراد في تقديم قضاياهم ورفع قضاياهم أيضا في المحكمة الجنائية الدولية. كل ذلك هذه العوائق لابد أن يكون السلطة القادمة هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن التوقيع على هذه الاتفاقيات، بما يمنع حق الأفراد والجهات الاعتبارية بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمات الدولية وأيضا إلى القانون وأيضا إلى القانون المحلي. هناك العديد من الإجراءات تقوم بها المنظمات الدولية في هذا الصدد، ولكنها للأسف الشديد ضئيلة ولا تتساوى مع الكارثة التي حلت بالصحفيين. ومع ذلك نحن نراهن على مسيرة عزل الصحفيين في مواجهة تلك القوى التي قمعتهم، ولن ينسى الصحفيين قتلاهم ولا مصابيهم ولا أيضا جرحاهم. نعم، أشكرك جزيلا نبيل الأسيدي، مشرف لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى ضيفي الآخر الإعلامي أو رئيس منظمة حرية للحقوق والحريات الإعلامية خالد الحمادي. سيد خالد، يعني يمنيا لو عدنا للعام 2011، هناك تجربة سابقة مع الإفلات من العقاب بعد الثورة الشعبية، كيف أثرت هذه الجريمة فيما حدث بعدها من أحداث؟ نعم، في الحقيقة بعد 2011 صحيح أنه كان هناك عملية إفلات من العقاب من قبل النظام السابق، ولكن أعتقد أن الذي حصل أن النظام السابق في الواقع الحال لم يكن سابقا، وإنما سلم العلم فقط لسلطة جديدة وظل هو المتحكم بالأمور، بمعنى أن القضاء كان لازال هو المسيطر عليه، أي النظام السابق، من خلال الكثير من حالات الانتهاكات التي وصلت إلى المحاكم وتابعناها نحن في مؤسسة حرية. وجدنا أن القضاء كان يعني لا زال أداة بيد النظام السابق، والقاضي لا يقضي بأي شيء إلا وفق أهواء النظام الذي سلم أو الذي قال بأنه سلم السلطة. وفي واقع الحال والأحداث أثبتت ذلك، لأنه لم يسلم السلطة أو الدولة بمعنى الحقيقة، وإنما سلم فقط العالم وبقي هو المتحكم بالقضاء وبالجيش وبقية أمور الدولة. لكن أيضا الكارثة اللي حصلت في 2011 لا تقارن بما حصلت العامين الماضيين. في العام 2011 تقريبا سقط نحو 6 صحفيين قتلى، لكن نحن الآن نتحدث عن حوالي 17 قتيلا من الصحفيين خلال العامين الماضيين اللي هي 2015 و2016، يعني وهذا يعتبر أكبر كارثة في تاريخ الصحفيين، سقط هذا العدد الكبير من القتلى بالإضافة إلى 14 صحفي لا زالوا رهن الاعتقال أو الاختطاف، والعشرات الآخرين الذين تعرضوا للاختطافات والانتهاكات الأخرى. نعم، إذن أشكرك جزيلا خالد، السيد خالد الحمادي رئيس منظمة حرية للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرباط كبير نواب الاتحاد الدولي للصحفيين السيد يونس مجاهد، وأيضا الشكر لنبيل الأسيدي كان معنا من جنيف مشرف لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين، وهو أيضا الشكر لرئيس منظمة حرية للحقوق والحريات السيد خالد الحمادي. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة اليوم من زوايا الحدث الزميل زميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.